إذن على بركة الله في قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024. الفترة هذه كما تعرفوا تنطلق اليوم الاثنين 29 جويلية 2024 وتتواصل إلى غاية يوم 6 أوت 2024 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء دون انقطاع بالمقر المركزي للهيئة. الفترة هذه تتلوها فترة البت في ملفات ومطالب الترشح اللي تتواصل إلى يوم 10 أوت، يعني 7 و8 و9 و10 أوت هما 4 أيام للبت وللتدارك. ثم إن شاء الله يوم 11 أوت 2024 مجلس الهيئة سيلتئم للنظر في كل مطالب الترشح والملفات والبت فيها والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا، وبكى نوصل إلى المرحلة الحاسمة في المسار الانتخابي، وهو يعني معرفة الأشخاص الذين تم قبول ملفات ترشحهم والدخول في المراحل الموالية المتعلق بإمكانية وجود طعون، ثم الدخول إلى فترة الحملة الانتخابية. كما قاعدين تلاحظوا العملية منظمة بشكل أنه المترشح يتم استقباله، يتم التثبت من وجود العدد المطلوب من التزكيات يعني بطريقة آلية في بضعة دقائق، يتم تمكينه من عدد التزكيات. ثم في مرحلة موالية يتم التثبت من باقي مكونات الملف على غرار توفر الوثائق الأخرى مثل مطلب الترشح في نظيرين، التصريح على الشرف، نسخة بطاقة التعريف الوطنية، مضمون الولادة، شهادة الجنسية، البطاقة عدد 3، وصل التأمين الضمان المالي ب10,000 دينار، ما يفيد الجنسية التونسية للأصول يعني للأبوين والجد الأب والجد الأم. هذه كل وثائق يتم التثبت فيها حينا، ويتم تمكين المترشح من وصل إيداع المطلب اللي فيه شنية الوثائق اللي قدمها وشنية الوثائق المنقوصة، لأنه عنده الحق أنه يدارك أي وثيقة منقوصة إلى غاية يوم 6 أوت، يعني بغلق مركز قبول الترشحات يوم 6 أوت 6 مساء المفروض يكون كل المترشحين قد أودعوا ملفاتهم مكتملة من حيث عدد الوثائق المطلوبة ومن حيث حتى عدد التزكيات، لأنه يعني التدارك فيما بعد في الفترة متاع البترة يقتصر فقط على بعض المسائل المتعلقة بشكلية التزكيات أو بعض الشروط متاعها اللي قد تكون مختلة بعد التثبت فيها. يتم دعوة المترشح بأي وسيلة تترك أثر كتابي أنه يدارك المسألة هذه في ظرف 48 ساعة. احنا دعوتنا للمترشحين أنهم في الأسبوع هذا يحاولوا يستكملوا ويقدموا ملفاتهم كاملة تفاديا لضغط الوقت بتاع البدء اللي هي 48 ساعة، قد يصعب عليهم توفير بعض التزكيات الإضافية أو بعض الوثائق المنقوصة. نحن في تنسيق دائم مع وزارة الداخلية ومع غير وزارة الداخلية، أيضا مع وزارة العدل ومع وزارة المالية، لأن الوثائق الموجودة في ملف الترشح كلها تسلم من الإدارة، يعني حتى شهادة الجنسية تسلم من وزارة العدل، بطاقة 3 تسلم من وزارة الداخلية، وصل تأمين الضمان المالي يسلم من الخزينة العامة. بالتالي احنا كهيئة انتخابات شنو نقولوا؟ نقولوا أنه مازال ثم الوقت إلى 6 أوت للإدلاء بهذه الوثائق، وبطبيعة الحال أي مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية للحصول على وثيقة من حقه يتحصل عليها بأي جهة إدارية كانت، ولكن بالنسبة لنا يوم 6 أوت هو الأجل الأقصى للإدلاء بكل هذه الوثائق، مع التأكيد مرة أخرى أن التنسيق جاري لتسهيل عملية استخراج الوثائق وتسهيل إجراءات الترشح مع كل الأطراف المتدخلة وخاصة الإدارات والوزارة المالية. احنا فتحنا مجال الاعتماد منذ مدة، وتلاحظوا البلاغ بتاعنا منشور تقريبا منذ 10 أيام، ولكن ما لازمش نخليه لاخر وقت، لانه البارح نرى حد فما مطالب وردتنا البارح، اليوم ان شاء الله يتم البدء فيها وتقديم المطالب الاعتماد. ثم ايضا الصحفيين ها وكلكم عندكم بطاقات الاعتماد، يعني مساله اداريه، مع التاكيد انه الهيئه اعلنت على فتح باب الاعتماد منذ مده، وما على الصحفيين والملاحظين اللي قدموا مطالبهم في اجال زاده معقوله ومريحه باش ينجم الاداره تخدم خدمتها وتمكنهم من بطاقات الاعتماد.